طيب، مواجهه اوروجوانيه بلجيكيه، مارتن لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي ولوك ايميل المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تمام. مقارنتهم بقى ازاي؟ طبعا فارق كبير قوي ما بين مارتن لاسارتي ولوك ايميل بصراحه. يعني مارتن لاسارتي طبعا من اورجواي، لوك ايميل من بلجيكا. مارتن لاسارتي اللي ضرب النادي الاهلي في الدوري 15 مباراه، كسب 12 اتعادل 1 خسر 2. لوك ايميل 16 مباراه، كسب كام ماتش؟ 4 بس، خسر 7. نسبه الخساره عنده عاليه قوي، اتعادل 5. نسبة الفوز 25% بس اللوك ايميل، لكن لاسارتي 80%. نعم. فالإحراز الأهداف النادي الأهلي 26 هدف. طلائع الجيش مع لوك ايميل 13 هدف بس. 26 هدف في المباراة في في ال 15 مباراة بس بتوع لاسارتي. نعم. بمعدل 1.7، النادي الأهلي بيجيب أكتر من هدف ونص في المباراة. لكن لوك ايميل 8/10، نسبة قليلة قوي. بالنسبة برضو لاستقبالة الشباك الأهداف، يعني دخل فينا كام جون؟ 8 مع لاسارتي، لكن طلائع الجيش 18 هدف، ودي نسبة كبيرة جدا. الشباك النظيفة النادي الأهلي 8 في 15 مباراة، لوك ايميل 4، وده بيأكد النادي الأهلي قوي جدا دفاعيا. أنا شايف بصراحة سر تفوق النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بإذن الله هيكون سر الفوز بالدوري، هو خط دفاع النادي الأهلي. الفرق ما بين النادي الأهلي وما بين بيراميدز وما بين الزمالك هو الدفاع، مش الهجوم هو اللي بيجيب البطولة. يعني الدفاع تحديدا، الهجوم ممكن لما يكون هجومك قوي يكسبك ماتشات، لكن لما يكون دفاعك قوي يكسبك بطولات. ده الفرق. والدليل الموسم اللي قبل الماضي لو نفتكر، كان مصر المقصة كان اقوى خط هجوم في الدوري، رغم ان الموسم ده النادي الاهلي كان عامل ارقام قياسيه كبيره جدا، الا اقوى خط هجوم كانت المقصة، ورغم كده ما خدش الدوري. المقصة اخذ المركز الثاني ساعتها، والنادي الاهلي كان ساعتها اقوى خط دفاع واخذ الدوري. فدايما اللي دفاعه قوي هو اللي بياخد البطولة.